عذرا عن التأخير اللي ما بعرف شو أسبابه، بس بأي حال بدي أقول مساء الخير عبر الـ LBCI LDC لبنان الحر والأنباء من دارة السيدة مي جنبلاط في كليمونسو. هذه الحلقة المفتوحة على تساؤلات كبيرة وكثيرة: هل انقلب وليد جنبلاط من جديد؟ هل أدار ظهره نهائياً لـ 14 أذار؟ ما هي حدود الواقعية السياسية وما هو سقفها؟ الليلة إلى أين مع وليد جنبلاط البلد وسط انسداد الأفق في المنطقة، حكومة، رئاسة، إلى استحقاقات اجتماعية اقتصادية، سوريا، دروس سوريا وفلسطين والسعودية. تابعونا عبر تويتر، فيسبوك والويب سايت. هل أنت مع بقاء وليد جنبلاط في الوسطية، نعم أم لا؟ هذا هو السؤال. مساء الخير أستاذ وليد، أهلا وسهلا فيك. ردا على ما سرب حول رسالتك إلى بشار الأسد، قلت أنك ما وصلت بعد إلى مرحلة الهبل والخرف السياسي، ولكن أليس كل أدائك السياسي حاليا يوحي بأنك ذاهب مجددا إلى دمشق؟ أبدا، منذ تسوية بعد 7 أيار 2008 إلى حكومة الرئيس ميقاتي كان الهدف الأساسي التهدئة بعد أحداث 7 أيار، الحوار، الانفتاح على كل القوى، وأهم شيء الاستقرار في البلد، وهذا ما فعلناه مع الرئيس ميقاتي بال2011. وأنا ذاك صار في سوء تفاهم مع الحلفاء واتهمنا بالخيانة إلى آخره، لكن يعني اللي بعض تسموه دائما ويسرب انه تراجع، هزيمه، اعاده تموضع، بعض محلي اخذين مع الاعتبار الانقسام العمودي الهائل في البلد. نعم. اللي نحن ادوات صغار، ما فيك تعمل شيء. بشو ادوات صغار؟ بشو؟ مجتمع مقسوم عموديا، مذهبيا، سياسيا، مع الثوره السوريه، مع النظام السوري. نعم. تتصارع على سوريا أمم ودول كبرى. طيب نحمل في لبنان تداعيات هذا الصراع؟ كل هدفي، كل خياراتي هي التحييد الجزئي، يعني أن النفس في مكان ما. نعم. للبنان عن الصراع في سوريا، عن الحرب الأهلية في سوريا. بس أنت كنت بصلب هذا النزاع، أنت دخلت في مواجهة مع هذا النظام السوري، وفجأة نظرا لمتغيرات ما بلشت تحكي بواقعية سياسية وصف البعض أن انتهازي. أبدا، فقط كنت على خلاف الآخرين. نعم. الذين ظنوا أن النظام السوري سيتداعى بعد 3 أشهر من انطلاقة الحراك السلمي، على خلاف جميع الآخرين المحليين والدوليين والعرب، وبمعلوماتي المتواضعة عن النظام وباستفحال النظام بالحل الأمني، عرفت أنه حرب أهلية طويلة. وبرجع بس، وكنت دائما أستقي معلوماتي من صديقي الله يرحمه العماد حكمة الشابي، اللي بعد 3 أسابيع من اندلاع أحداث درعا لخصها، قال لي سوريا رايحة على الحرب أهلية بال2011. زرته في بيته في دمشق. نعم. ثم كنا دائما نتواصل على التليفون. سنة بال2012 قال لي سوريا التي تعرفها يا وليد انتهت، اليوم في سوريا تشابه الصومال. كنت دائما على اتصال فيه، وكان دائما البوصلة، وهذه اللي وصلنا. سوريا اللي كنت عارفها عندما كنت حليف لسوريا بمرحلة معينة 29 سنة من التاريخ السياسي، انتهت. طيب ليش صار هيك؟ إذا بسوريا بتما شايف الأمور، ليش صار هيك؟ نتيجة شو؟ هو استفحل بالقتل الجماعي. نعم. الاعتقال الجماعي، التعذيب الجماعي، تدمير مدن بأكملها. اليوم حسب فاليري أموس تبع شؤون تبع اللاجئين في الأمم المتحدة، في 6 ملايين سوري مهجر مشرد. 6 ملايون. هيدي الحرب. شو حرب؟ شو هيدي حرب؟ ما صار بحجم هذه الحرب إلا يمكن برواندا، أو يمكن المذابح الجماعية في كمبوديا. أوكي. طيب. استفحل إلى أن خلق واقع الحراك السلمي. شو انطلق؟ الشعب السوري جب واحد 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 واحد، الشعب السوري واحد، ضلوا النظام، المنظومة الأمنية تبع النظام تقتل، إلى أن انقلبت مذهبية وطائفية. أصدقاء سوريا المتعددين من غير جهة كمان
خيبوا أمال الثورة السورية، لأنه في جداول أعمال مختلفة. مثل مين يعني؟ في جدول أعمال التركي، نعم. في جدول أعمال أنا ذاك القطري يمكن بعده، في جدول أعمال السعودي، في جدول أعمال أشخاص. اليوم في عندك أشخاص، في أفراد عفوا، في العالم العربي بيغدقوا أموال على تنظيم مسلح في سوريا. اليوم في عندك أكثر من 1000 تنظيم مسلح في سوريا على حساب الطموحات الأساسية للثورة السورية في التنوع والديمقراطية. إذن كل هذه الأجندات الخارجية لم تكن لخدمة سوريا ولا للشعب سوريا، بما فيها الأجندة السعودية مثلا. أقول ظن البعض أنهم يستطيعون قلب النظام بهذا الشكل السريع. ثم سؤال مش أبو أنت كنت بيناته يعني السؤال لماذا لماذا لم توحد لماذا لم يجي توحيد التمويل للثورة السورية؟ واحد. اثنين، لماذا لم يجري بالفعل إعداد جيش سوري حر موحد؟ لماذا أدخلت تلك العناصر بالمئات أو بالألاف إلى سوريا؟ ليش برأيك؟ ما في عقل واضح، ما في رؤية واضحة. بعدين يعني في اتهامات انه النظام فوت هذه المجموعات السورية. نعم صحيح. لحتى ينقل المعركة من مكان إلى آخر. صحيح صحيح، لكن بنفس الوقت أتى ليبيون وتونسيون وغيرهم شيشان أتوا إلى سوريا. طب الشعب السوري لو توحدت الجهود مع المنطلق الأساسي للثورة السورية ما كنا وصلنا لهون، لكن شتتت الجهود. ثم بتذكر المجلس الوطني السوري قبل ما يصير الائتلاف، من عاصمة إلى عاصمة مع وعود أوباما، هي ما ستيب داون، لازم يرحل، ما رحل بشار، بعده موجود. طيب ثم أجا الائتلاف والخلاف أو تفاوت وجهات النظر العربية حول الائتلاف، ثم المقعد السوري بالجامعة العربية، بتذكر مؤتمر قطر. طيب كل هذا بالآخر صار في تفاوت. ليش نقيت التعبير؟ ليش عم بتقول تفاوت؟ كنت بدك تقول انعدام وزن. لا، قلت في تفاوت بين الحراك، بين المعارضة السورية في الخارج وما يجري على الأرض. إذا اليوم خسر مشروعكم جوا. ما خسر مشروع. إذا مطلوب وقف تسرب التكفيريين أو الجهاديين، توحيد المال لجهة واحدة سورية، توحيد الجهد العسكري للجيش السوري الحر. ثالثاً أو رابعاً حضور جنيف، تحضر جنيف، ما بتغيب عن جنيف، بورقة سياسية تنظيمية مع وفد يمثل كافة الشرائح والقطاعات السورية، تحضر جنيف وبجواجه. رح يصير في جنيف يعني؟ ما بعرف، بس بالوقت الحاضر إذا جنيف مطروحة أياً كانت الصعوبات، الغياب عن جنيف خطأ، تحضر جنيف. بما فيهم إذا شاركت إيران، بما فيهم وسط، يمكن وسط غياب، يمكن السعودي. كي لا تعطي النظام ذريعة، لأن النظام ذريعته أنا عم حارب الإرهابيين من أول خطاب لبشار الأسد إلى آخر يمكن مقابلة لشبيغل أو لغيره، ما غير، عم حارب الإرهابيين. غير صحيح هذا الكلام. في إرهابيين فلتوا من السجون، يعني بعطيك مثل بعض الناس اللي فلتوا من عنده من السجون، منهم هيدا برهان علوش. اي صحيح. طيب برهان علوش وزهران علوش عفوا وحسان عبود وعيسى الشيخ، او دي كل واحد عندهم افواج صغور الشام وحركة احرار الشام الاخري، هودي فلتوا من السجون السورية بال2011. هيدا بتذكرني بشاكر عبسي، يفلتهم وبيستخدمهم لكي يقول الغرب إيه؟ انه انا عم بحارب الارهابيين، مش عم بحارب. طيب اذا هيك، لكن مش عم بيجوا التكفيريين من برا كمان؟ وايضا في اجا من برا، في كمان بس هو عم بيسهلهم دخولهم. لا صحيح. ما تنسى كمان بين سوريا والعراق بطل في حدود. طيب مش بالصدفة فلت مئات او الالاف من سجن ابو غريب واجا داعش؟ مش بالصدفة. طيب انطلاقا من هون، نعم، كل هالمعطيات بتخليك تشعر وكأن هذا النظام وضعه قوي، ومن هيك انت تشعر انه لازم يعني تتعامل. مش عم بتعامل بلبنان. نرجع في فرق وصفت النظام. اعطيتك توصيف دقيق بالقتل الجماعي والاعتقالي، اعطيتك توصيف اكثر من هيك بدك يعني ندخل بالكلام البذيء؟ ما له معنى، يعني اي كلام بذيء ما له معنى، لا بيأخر ولا بيقدم. حضور المعارضه
ببرنامج سياسي واضح، بحكومة انتقالية. هون كمان بترجي للإشكالية الحكومة الانتقالية، وبمؤتمر لندن الأخير لأصدقاء سوريا يقولون بالحرف حكومة انتقالية أن تحضر المعارضة مع ممثلي النظام، مع ممثلي النظام، شرط أن لا يكون لاحقا لبشار الأسد وأعوانه الذين تلطخت أيديهم بالدم أي دور. وحكومة انتقالية، حكومة انتقالية تستولي على جميع، تستولي يكون لها جميع الصلاحيات في إدارة الأمن والجيش. خبرني هالمعضلة كيف. أنا وبعرف شوي بتركيبة النظام، كيف يمكن إقناع بشار بالتخلي عن الأمن والجيش، لكن تحضر لأنه بالآخر بدنا سوريا موحدة. اللي بوحد سوريا الجيش السوري بعد، والأمن بعد تنظيف الجيش من عناصر الإجرام، والأمن بعد إعادة نظر بوظيفة الأمن، مش الأمن السابق. بكل بلد بدك أمن، بس مش الأمن السابق وعشرات الأجهزة وعشرات السجون السرية ثم الإفراج عن المعتقلين والمفقودين أو المصير المفقودين. أنا رح أرجع طبعا للموضوع السوري لأنه في مسألة دروس سورية أستاذ وليد ودوركم. أول شيء حللت دم الدروس شوية، عم نرجع عم نشوف أنه عم تطلبوا تحييد دور الدروس، رح أرجع أحكي فيه بهذا الموضوع. بس بدي أرجع على هذه الخلفية اللي عم يشعروا الناس أنها خلفية انهزامية لوليد جوبلاط. هل إلى علاقة، ما رح أرجع فسرها، هل إلى علاقة كمان بهذا الجو الإيراني الأمريكي؟ يعني شعرنا بلحظة من اللحظات بالأس أم أسات بينك وبين فيلتمن، وكأنه أنت تشعر بخيبة من هذا التقارب الإيراني الأمريكي اللي انعكس على الوضعية اللبنانية. مش عم بشعر بخيبة أمل. بالآخر غياب العرب أو سوء تخطيط العرب أو غياب العرب، بالآخر مين في عرب بعد؟ بعد في المملكة العربية، دول الخليج، العراق انتهى، سوريا التي نعرفها التي كانت محور، شو بدي نوصفه، اللي كانت دولة أساسية مركزية في الشرق انتهت. المغرب العربي بعيد، عظيم، ليبيا مش موجودة، مصر غرقت بالمشكلة الداخلية، غرقت. طيب هلأ في حوار أمريكي إيراني، فلندخل العرب إلى هذا الحوار كي لا يغلب الحوار الأمريكي العربي على ما تبقى من وجود عربي، لا أكثر ولا أقل. ما في لحظة من اللحظات صدقت أنه الغرب سيضرب سوريا، ما صدقتها الكذبة. ما كنت مراهن على هذا؟ ما كنت مراهن أبداً. كنت طلبت في أول معركة، معركة باب عمر الأولى بال2012، ربيع 2012 بحمص، طلبت من الأتراك، من الفرنسيين، من الإنجليز، من فلتمان شفته بإسطنبول، طلبت سلاح للجيش السوري الحر. صحيح. كان الجواب غامض، أو ما فينا نعطي سلاح لأنه هذا بجر إلى حرب أهلية. قلت له ما الحرب أهلية أخذ بعدها. طب أنت طلبت سلاح، وليش عيبت ببيانك الأخير بحديثك للسفير على تيار المستقبل أنه كانوا أول ناس دخلوا سلاح؟ ما عيبت. ما تجرني إلى نقاش. مش هتجرك. ما تجرني إلى نقاش جانبي لا أريد أن أدخل فيه، لا من قريب ولا من بعيد. عظيم. أنا ما بديك تنجر. طيب. بس أوكي. كمان ما زالك أنت دخلت بهذا الجو العسكري وطلبت بسلاح. طلبت بسلاح للجيش السوري الحر، ما كان عندي فصيل لإلي يعني أرعى، للجيش السوري الحر الذي لازلت أعتبره المرجعية. لاحقا هذا الجيش السوري الحر في حال، أقول في حال نجحت الفترة الانتقالية، نجحت، وفي حال تخلى بشار أو طلب منه التخلي من الإيرانيين أو الروس اللي هن الدولتين الأساسيتين اللي ممكن يزيحوه، بدك تعود تطعم الجيش السوري الحالي الموجود بالجيش السوري الحر، بدك تركب هذا الجيش، بدك تضمه، مثل ما صار على في لبنان لما انضمت الميليشيات الاستيعاب. الاستيعاب على العكس ما صار بالعراق، يعني على العكس ما صار بالعراق. بدي ارجع معك على باب عمر ولما عملت حكيت مع فلتمان باسطنبول، شو صار؟ لما حكيت مع فلتمان باسطنبول كان على مشارف الخروج من الإدارة والانضمام إلى الأمم المتحدة. أوكي. وكان معه فريد هوف اللي كان بالخارجية الأمريكية واللي هلأ بيكتب بالأتلانتيك كونسل ومفيد جدا تعليقاته. قلت له من الملاحظات اللي عملتها، قلت له، قال لي شو رأيك بسوريا؟ قلت له إذا استمر الأمر هيك سوريا ذاهبة إلى الحرب الأهلية وربما التفتيت. قلت ربما. بيجاوبني فريد هوف، قال لي I think so، فك يمكن. هذا بال2012.
كيف اليوم؟ لكن هذا لا يلغي أهمية المشاركة بجنيف، توحيد الرؤية العربية والفارسية أو الإيرانية والدولية حول أهمية وحدة سوريا، الحفاظ على المؤسسات الأمنية وغير المؤسسات والجيش. هذا الجو كله سواء عم تحكي فيه يعني بواقعية ولي جملات فيما يتعلق بسوريا، كيف بدك تنقله إلى لبنان؟ يعني البعض عم بيقولوا أنك أنت اليوم بهذه الخيارات اللي عم تاخدها فيما يتعلق أول شيء بالحكومة، فيما يتعلق بوضعية البرودي والفتور مع تيار المستقبل ومع سعد الحريري، تخدم حلفاء دمشق بخياراتك. لا، مش عم بخدم حدا. عم بجرب مثل ما قلت لك، عم بستخدم تعبير جدا دقيق، التحييد الجزئي. عم بقول شو معناتها؟ سلاح المقاومة، سلاح حزب الله، ننسى. كيف بدك تنسى؟ اعطيني هيدي وجهة نظري، بنسى وبنرجع في حال انطرح بنرجع لطاولة الحوار. ما هو هيدا بطل سلاح موجود في لبنان، نقل. خليني كفي استاذي. نعم، بس هيدا عم تقول ما فيك، يعني هيدا سلاح بطل، مش بس مسألة إشكالية في لبنان، نقل إلى يصير مسألة إشكالية في سوريا كمان. بدي أقول هذا، بدي استخدم كلمة إعادة تصويب بندقية المقاومة. عظيم. طيب، لكن بالوقت الحاضر ما بعلق البلد، مصير البلد بالأمور الحياتية، من العجز، الأمن، تطويع بالجيش، شو بعد بدك، النفط، الإدارة، إصلاح الإداري، البطالة، النزوح السوري وغيرها من العناوين، ما بعلقها، لأنه في انتظار الانسحاب حزب الله وغير حزب الله من سوريا، في انتظار التسوية الأمريكية الإيرانية إذا ما حصلت، في انتظار ماذا بعد، في انتظار أن تعود سوريا موحدة. خليني أجرب عالج الممكن تحت شعار التحييد الجزئي، تخفيف الأضرار، ليميت دامج. طيب ليش بدون، ليش كل مرة قوى 14 أدار بدك تمشيها أنت ببوصلتها؟ أنا ما بمشي حدا، وبيجوا صح لي أقول لك، ما بمشي حدا، بس هذا يعني ما بمشي حدا. بيحبوا ما بيحبوا، إذا ما بيحبوا نحن أذن ما كانك روح. طيب أنت وين اليوم؟ كيف؟ أنت وين اليوم؟ أنت ب14 ب8 بالوسط؟ مني بعضي في الموقع الوسطي، أحاول مع الرئيس سليمان، مع الرئيس نبيه بري، والرئيس ميقاتي، أن نردأ الأخطار التي عم نشوفها بطرابلس مثلا، شفناها بصيدا، منيح اللي خلصت بصيدا، بس شفناها بطرابلس. بس انت ربما بكره اذا صار في معركه اللي عم يحكوا عنها، يبشرونا فيها معركه شو اسمها هذه، الألمون. بكره بدت في انعكاس عليها بمنطقه العرسال. طيب خلينا نجرب نخفف الاضرار. طيب ما هون انت عم بتقول بعدك بالوسط. نعم. نبيه بري بيقول للاخبار، رئيس نبيه بري 22 ان فريقنا مع وليد جملاط صار يملك الاكثريه المطلقه في مجلس النواب. بعتقد الرئيس بري يملك من الحنكة والشجاعة، وبنفس الوقت الدراية بأن لا يقوم بأي خطوة في المجلس دون مكون أساسي من البلد. صحيح، وعمله وصدر. بس هو عم بيقول عمليا أنه أنت ما بتحيد عن الخط وقت الجد. وقت الجد رجعت، رحت على هذا الخط. ما رحت على هذا الخط، لازلت في مكاني. ما رحت مكانك؟ لازلت في مكاني فيما يتعلق بعدم المراهنة على السقوط السريع للنظام، وحدة سوريا، وحدة المؤسسات، وتوحيد المعارضة. في معارضات ونبذ كل هؤلاء العناصر اللي اجت من النظام او خارج النظام الى سوريا. بس ما انت عم بتقول انه من راهن، بس بيجي كلام السيد نصر الله. نعم. واثق من المعادلات. استاذ وليد بيقول المعادلات التي نقبلها اليوم قد لا نقبلها غدا، وان الانتظار سيحسن موقعنا. عم بقول له لشريك اخر معه بالوطن، انتبه جايك الشغل بكره، اللي بتقبله اليوم بيقبله. طيب هيدا كلام السيد، عنده حيثياته، عندي حيثيات، بيقبله، عنده حيثياته. اوكي، عندي نظريتي السياسيه، نظريتي اللي هي التواضع عنده وحيثياته، لانه يمثل هو شريحه كبيره من اللبنانيين، يمثل منه اجنبي على البلد، وبنفس الوقت هو امتداد لسياسه جمهوريه
قوة كبيرة في المنطقة اسمها الجمهورية الإسلامية. عظيم. طيب ليش بدك تمنع فريق آخر يكون كمان بيمثل ما عندي مشكل ما عندي مشكل ما عندي مشكل حول طرح الفريق الآخر، لكن كل هذا بين الشرط من هنا والشرط من هناك نوصل شو للشلل الكامل. طيب بس انت عم بتقول انه نتواضع، كمان السيد نصر الله داعي الى اغتنام الفرصه والتواضع والقبول بتسع وزراء لوضع حد للتعطيل، يعني صيغه 9 حاولت عندما سمحت لنفسي ان سمي الرئيس المكلف تمام سلام، حاولت سوق 3 8، كان الجواب انه بالاخر تمام سلام هو من فريق 14 دار من احترمه بيت عريق وطني لم يشطح في كما كولي جملات او غير ولي جملات في اتهامات انا ذاك عشوائيه، بتذكر وقت الهيجان تبع 2005 و6 الى اخره. طيب لكن 14 دار بنا ضماني، الضماني شو معناته؟ بنا الثلث المعطل. طيب ما نجحت. ثم اتت صيغه 9 9 6. بال9 9 6 مش انت طرحت 9 9 6؟ بالاساس لا، طرح الرئيس بري، طرح الرئيس بري و ايه الرئيس بري لما كنت عنده عم بشكره بروتوكوليا بعد وفاه الوالدي على حضوره وتعزيته. نعم. ايه ورايت ان هذه الصيغه بس انطرحت قبل على سعد الحريري بباريس ما سمعت صيغه 996 نقلا عنك. لا مش غير صحيح، غير صحيح. نقل وائل ابو فعور عندما ذهب الى المملكه نعم وجلس جلسه طويله مع الامير بندر قال له لا يمكن تغييب التمثيل السياسي لحزب الله في الحكومة وحتى موضوع الثلث المعطل كي لا يبقى البلد كله مشلول. أنا ذاك ربما فهم من الأمير بندر فهم أنه طيب سندرس الأمر، لكن استشير الشيخ سعد. ذهب شو اسمه الوزير ابو فعور الى عند الشيخ سعد. كان في راح اسميها مقاربه مبدئيه ايجابيه، ثم راحت، ثم اتت صيغه 996. انا ذاك كنا عم نحكي تمثيل سياسي وثلث معطل، ما كان في 996. طيب بال996 في 14 وفي 8 وفي ما يسمى الوسطيين، نحن والرئيس ميقاتي وما بعرف مين بعرف. طيب. والرئيس سليمان عفوا. طيب ليش بتعتقد الفريق الاخر عم يرفض 996؟ يعني بدك تسال الفريق الاخر. طيب لانه يمكن ما فيني جاوب عنه، ما عم جاوب، عم بعطيك مقارنة. ما لانه السلسل المعطل منه موجود، يعني 996 رح يكون انتم بطلتوا وسطيين، انت بلحظه من اللحظات رح تكون الى جانب فريق 8 اداء. ليش انا عم اقول لك؟ لانه الاداء بالمرحله المقبله يا استاذنا الكريم في مواضيع معينه لا انت بتقرر فيها ولا انا بقرر فيها. طبعا السلاح يعني قرار مش لبناني، الدخول الى سوريا من الجهتين قرار مش لبناني، يمكن عند الفريق لانه موحد القياده فريق حزب الله هذا امر عمليات بيجي من ايران، وطبعا امر عمليات لبناني ايراني. حلو. عند الفريق الاخر في تعدد، في تشتت، بس خلينا نترك هذا الموضوع، نعالج الأمور الحياتية الآنية التي تهم المواطن. مش كل مواطن لبناني اليوم عم يفكر بالثورة السورية، بالحوار الأمريكي الإيراني. في مواطن بده يعيش، بده شوي حد أمل من المستقبل. عظيم، هذا اللي عم تقوله كتير مهم. نعم. والناس ناطرينه. نعم. بس تعتقد لما بيطلع السيد حسن نصر الله مع احترامنا الكبير لشخصه ولكلامه بيطلع بيقول تعوا بدنا نمشي 996، وبتتوقع انه سعد الحريري او فريق 14 أدار يسلموا رقبتهم هيك ويقولوا لجمهورهم نحن بلنا بالشيء اللي عم يفرضوا عليكم السيد حسن نصر الله بهذه الصيغه اللي هي 996؟ اليس اعلان هزيمه هذا القبول؟ مش اعلان، شو وخالف بتصوره؟ وخالف شو بتصوره؟ انا بفضل يكونوا جوا، وانا قلتها كمان بالعربي الواضح بالسفير، اعطيهم 2 معطل ما فرق معي، بس في حيز ما شؤون الكهرباء او الغاز او التعليم الجامعي او البطالة او النزوح السوري قد ما بدك، فينا نعد 50 بند ما له علاقة بالثلث المعطل. في هذا شأن المواطن. شو طرحوا 14 أدار؟ عم بيقول سعد الحريري بالفترة الأخيرة للي زاروه بباريس أنه أنا ما بدي شيء، ينسحب حزب الله من سوريا ويتبنى إعلان بعبدا.
وما بده حتى يدخل بالحكومة أو يفرض وزراء. أنا جوابي مش هو لا هو ولا ولد جملات أوكي ولا الدول. يمكن الحوار الأمريكي الإيراني إذا ما أنتج عبوا يمكن يعمل انسحاب من حزب الله من سوريا. شرط طبعا أن يكون الحل السياسي مدخله لسوريا. نحن بدنا حل سياسي مش استمرار الحرب الأهلية. نعم. هذا واحد. اثنين مش قدرتي ولا قدرة الشيخ سعد ولا قدرة غير الشيخ سعد سحب حزب الله من سوريا. بنسى الموضوع. طيب ليش انت اذا انت بقادر اليوم تشتغل مع حزب الله وتتمنى عليه؟ مش عم بشتغل مع يعني حزب الله. اسمح لي لك انك تنسق معه تتناغم معه. نعم. ما فيك تقول له انا اذا بدي غطيك بالداخل عليك تساعدني بالخروج من هذه. اولا مش موضوع تغطية. حزب الله واقع سياسي أمني عسكري اجتماعي. مش مخوفني هذه خليها لغيري. لا مش مخوفني. همي الأساسي من بعد 7 أيار كانت التهدئة. نجحنا بالتهدئة. نعم. ثم الحوار أنقذتنا آنذاك اتفاق الدوحة تذكر. اليوم متروكين لوحدنا. آنذاك كان في دوحة يمكن بقرار أمريكي عربي. اليوم ما في حدا. ما فينا نحن نعالج شؤوننا الذي نستطيع أن نعالج الذي ممكن معالجته ونترك الشؤون التالية لبعدين. طيب أستاذ وليد كيف ممكن فريق لبناني يقعد مع فريق لبناني آخر منخرط لهالدرجة ب5000 أو 6000 عنصر بمعركة بسوريا وبكرة عم بينقال بمعركة الألمون حضرتك اللي عم تحكي فيها رح يكون له دور أساسي على تخوم يعني بلدات لبنانية مناهضة لهذا النظام؟ مع الأسف سيد مرسي عم ننسى شوي تاريخنا. متى كان هذا البلد موحد؟ ولا بعمره. بل كان في شوية غطاء كان في استقرار بعد ثورة 58 صار في تسوية أمريكية عربية مع عبد الناصر. بقي هذا البلد مستقر إلى حد ما إلى 67. نعم. هزموا العرب بال 67 طلع الحلف اللي سموه الحلف الثلاثي. نحن كنا اليسار عم نطالب تحالفنا مع الفلسطينيين عم نطالب بتغيير النظام ثم اندلعت الحرب الأهلية. تسوية 91 الطائف تتذكر؟ تسوية 91 الطائف نعم كانت تسوية أمريكية سعودية نفذها السوري. نعم. نفذها السوري وبالتوافق اللبناني العريض ما عدا واحد يكون واقع مش واقع واحد يكون منصف ما عدا ميشيل عون وما عدا سمير جعجع اللي كان مسجون. ميشيل عون كان برا كان مطرود من لبنان. التسوية كانت انه تجرد الميليشيات من السلاح ويبقى سلاح المقاومة لأنه كان البلد محتل إلى مشارف جزين. أوكي. طيب اليوم مطلوب توافق يمكن مش عربي ودولي حول استقرار في لبنان. برجعك بقول لك سلاح الفلسطيني كنا مختلفين. نحن كنا مع السلاح الفلسطيني وغيرنا كان ضد السلاح الفلسطيني. من سنة 68 اتفاق القاهرة إلى 82 خرج السلاح الفلسطيني بتسوية سياسية. لم يهزم السلاح الفلسطيني باجتياح إسرائيل. خرج بتسوية سياسية أمريكية سورية عربية. يعني نفس الشيء اليوم. أيه. غامروا الأمريكان عن حماقة شيك ب2006 شيك انتصر حزب الله. أنا ذاك كان عندي كلمة بعدها بذكرة إهداء النصر اللي أن تهدي هذا النصر. صحيح. لكن قلت بكل صراحة انتصر. فالمغامرات فمحاولة الإلغاء الآخر ما بتفيد خاصة اليوم بمعادلة دولية أكبر من كل فرقاء لبنان. طيب نحن قدام مأزق يعني 14 أدار سعد الحريري عم بقول أنا ما بمشي بتسعة تسعة ستة. طيب شو بعمل؟ وإنت عم بتقول المخرج هو تسعة تسعة ستة اليوم. أنا هيدا وجهة نظري. وجهة نظره بحترمها بتقبلها. طيب بس امبارحة اجا كلام. نعم. وزير الدفاع الامريكي وزير الخارجية الامريكية في 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 المملكة العربية السعودية. نعم. لحتى يحكي عن حكومة المعتدلين وعم بيحكي عن دور حزب الله بموضوع مستقبل لبنان. يعني عم بيبعت اشارة الامريكي. نعم. بالمملكة العربية السعودية عن طبيعة هذه الحكومة. طيب لكن حضرته مش هيك اللي بعرفه منيح سناتور كاري وتغدى عندي بالمختارة وتغدينا معه بيروت بالسفارة. طيب لكن يطلب من إدارته توقف الحوار مع إيران بسيطة. عم بيطلب مني أنا أعزل حزب الله. بدي صنف هلا بدي اقتبس التصنيف الغربي البريطاني ثم الغربي الأوروبي جناح العسكري جناح السياسي. أنا بدي أتعاطى مع جناح سياسي يتفضل هو
يقول له لأوباما تفضل وقف الحوار مع إيران، شاطبي يمكن فكر، عم بقول يمكن فكر. طب بندخل كيف يعني؟ يمكن فكر. هن بيحاربوا الإيرانية على حساب العرب والمنطقة، لأن العرب شو بنعلم عربي أشلاء، بعد بيك المملكة وإن شاء الله مصر تطلع من هالمغطس. المملكة إذا مرهنة على حلفاء مثلك كمان، أنت خذلتهم للمملكة. ما خذلت المملكة، وضحت أكثر من كلامي مع أول مرة شفته فيها للأمير بندر وتاني مرة شفته فيها وائل. كنا نقول ما فينا نستدعي الأزمة السورية إلى لبنان، ما فينا نستدعيها، بدنا نحاول نحيد أنفسنا قدر المستطاع قدر المستطاع، ثم نعم نادينا بالتمثيل السياسي للحزب في الحكومة مع التلت المعطل. طيب قبلوا هن بالتمثيل السياسي للحزب وقبلوا بموضوع حزب الله، بس كمان انه ترجع تفوت تلت معطل كامل. يا اخي هيدي وجهة نظري، اسمح لي اقول لك، اذا في وجهة نظر تاني بحترمها، الى ان تتقاطع تلك الوجهات النظر المتناقضة وتلتقي في مكان ما، نحن في هذا الحال من الشلل. شو اللي بده يخلي هالوجهات النظر تتقاطع؟ ما عندي فكرة. انفجار أمني، اتصال سعودي إيراني، ما عندي أي فكرة. بعرف الانفجار الأمني حصل، هذه الأضرار في طرابلس، ويحصل هذه المرش كم عدد الجولات، السيارات المفخخة أتت إلى الضاحي، أتت إلى طرابلس. شو بدك امبارح خسائر الجيش يعني كانت ضخمة في 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 صيدا، في عرسال، بدك تتوقع كل شيء. لذلك أفضل تنظيم الخلاف السياسي في داخل الحكومة بدل التراشق الإعلامي من خارج الحكومة. طيب بس الإشارات مبينة إنه ما في يعني أوكي. وضحت بارحة من الرياض إنه ما في من السعودية. طيب شو بعمل؟ ما في اتجاه عظيم. أنا شو ما رئيس سليمان بده يروح على السعودية. عظيم. هل تتوقع أنه هو يطلب تسهيل مهمة الحكومة أو هن رح يبلغوا؟ ما عندي فكرة شو رح يعمل رئيس سليمان. شو بتنصحه يعني؟ أنا نصحته يروح على السعودية. إيه؟ نصحته يروح على السعودية، وأكثر من هيك هو عنده كل يعني الحنك السياسي تي يوصف الوضع اللبناني. إذا أنا عم حاول كون محل مواطن عادي، مواطن مع أنه طيب في شؤون خلينا نعالج هالشؤون بعيدا عن سياسة تطاحن المحاور إلى أن تلتقي المحاور. لو أنت بتصمد وما بتستسلم أستاذ وليد، ما استسلمت من قالك هذا استسلام؟ هذا وجهة يعني هذه وجهة نظرك. لا مش وجهة نظرك، القراءة البعض عم بيشوفوها. ما استسلمت تحت شوف برجع أنه هذا النظام عم ينقال رح يسقط عاجلا أم آجلا، لماذا لا تراهن على هذا الصمود؟ لأنه مش رح راهن. أنا مراهن على أبراهن على أن يسقط النظام، أن يتغير النظام، لكن أن تبقى المؤسسات موحدة. عظيم. إيه؟ بس أنت عم تسلم البلد لإيران. مش عم تسلم البلد لإيران. هذا أصدقاء شو اسمه الشعب السوري، نشاطر قلقا متزايدا حول انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة بما في ذلك دولة الإسلام في العراق والشام وجبهة النصرة، وندعو إيران وحزب الله وجميع القوى الأجنبية إلى الخروج انسحاب من سوريا. نعم. هيدا أصدقاء سوريا، مش أنا بحكي. طيب. اثنين، يجب أن يقضي مؤتمر جنيف 2 إلى انتقال سياسي يرتكز على تطبيق الكامل لبيان جنيف. يجب أن تكون سوريا المستقبلية ديمقراطية، هيئة انتقالية تحظى بموافقة الطرفين، لكن الإشكالية تحظى بموافقة الطرفين، يعني النظام والمعارضة. نعم. أوكي. يكون لها صلاحيات تنفيذية كاملة تفرض سلطاتها على كامل المؤسسات الأمنية والعسكرية. هذا بيان جنيف. هون الإشكالية الكبرى، إلى أن يجتمعوا، إلى أن يتناقشوا. مرت علينا بالماضي على مستوى أصغر مع الشيخ أمين الجميل، لما كنا متخاصمين مع الشيخ صحيح. أمين مرت علينا، مرت هالفترة مرت علينا، مر علينا جنيف ثم لوزان ثم الطائف. من قبلها مر الرسل العرب، إجا دين براون، إجا كوف دو مغفيل، مرت علينا هالخط البياني على قد لبنان، وكان صغير لكن كان مكلف المآسي. كيف سوريا؟ استاذ وليد،
الأسئلة عم تجي كتير على مواقع التواصل الاجتماعي. عم تسأل هل يعقل أن حزب الله اللي دخل إلى سوريا للقتال، هل يعقل أن حلفائه اللي فجروا بطرابلس، هل يعقل لحزب يشن حربا على الدول العربية والخليجية واللي عم بتسميه إرهابي، أنه يصير معه نص البلد بيشيل بده يا حزب الله؟ مش ما بيقدر يلغي الآخرين حزب الله، بس حزب الله موجود، الآخرين لهم حيثية على الأرض وحزب الله له حيثية. عم نطلب حيث نستطيع أن نتلاقى، أن نتلاقى كلبنانيين بالحد الأدنى فلنتلاقى، وحيث نحن نختلف فليبقى الخلاف خارج الحدود اللبنانية، خارج طرابلس، خارج عرسال، خارج غيرها من المناطق. بس ما هو إذا استطعنا، بس ما هو انفولف بخارج الأراضي اللبنانية، غيره كمان متورط يا حبيبي. حبيبي بس إنه غيره ما فوت 5000 عنصر عبر الحدود اللبنانية مثل ما بدك، بس بطل في حدود بيننا وبين سوريا. هون السؤال، مين عم بيفوت هالعناصر؟ كيف ما بعرف كيف عم بيفوت؟ لأنه كيف عم بيفوت؟ سألت حالك كيف بيفوت 5000 عنصر من حزب الله مثلا أو غيره بسلاحهم بأيديهم عبر أي معابر تسللا؟ هو عم بيفوت وغيره عم بيفوت. مين غيره؟ في طلع على مناطق مثل عرسال، طب فيها كمان جيش سوري حر وغير جيش سوري حر. نعم. لأنه في سائبة أخذ الخلاف على النظام السوري منحة مذهبي. نعم نعم. شو هذا سر يعني؟ اي طيب. بس فوتوا 5000 عنصر؟ ما بعرف قديش فوتوا، هذا مش موضوع. طيب بس ما أعلنوا وما قالوا إن إحنا طالعين ندافع عن خط المقاومة بسوريا. طيب أنا ما مين قال لك إنه موافق على هالموضوع؟ منك موافق؟ هذا خطأ تاريخي، لكن لا أستطيع أن أملي عليهم إرادتي. هذا خطأ تاريخي، وكمان خطأ تاريخي أن ندخل عناصر غير منضبطة تقاتل إلى جانب الشعب السوري على حساب الجيش السوري الحر والطموحات الأساسية الديمقراطية والوطنية والتنوع السوري. بس أستاذي أنت هون بهذه الحكومة عم تأمن الغطاء السياسي لحزب الله بهذه المعركة؟ مش عم أمن شيء، ما عم كيف عم أمن؟ دخل بإذني، دخل بدون إذني، وغيري دخل بإذني، دخلوا بلا إذني. إذا راح الرئيس سليمان نعم على السعودية ورجع بعد فترة جمعتين أو ثلاثة عمل حكومة أمر واقع، قال أنا بمشي 8-8-8 أو حكومة حيادية واتفر، تمشي فيها؟ لا، بلغت الشيء للرئيس سليمان. ما بتمشي فيها؟ لا ما بمشي فيها، بلغت الشيء. شو بتعمل؟ لأنه ما بدنا حكومة أمر واقع. من الآخر حكومة أمر واقع يعني تعمل صدمة، صدمة اثنين يمكن مكون أساسي من البلد اللي هني حزب الله، حركة أمل وغيرهم، بينسحبوا من الحكومة بالتفسير مش الدستوري الحرفي، بالتفسير الميثاقي، هيدي حكومة غير ميثاقية. عظيم. بنكون دخلنا بشغلة تانية أزمة أكبر. يعني هيدي بتذكر بسحب وزرائك يعني أو ما بتعطي الثقة؟ شو بتعمل؟ نعم بسحب وزرائك. بسحب وزرائك نعم. يعني ساعتها أنا مع صيغة التوافق مش مع صيغة الأمر الواقع. نعم. طيب هون نعم. بعد البريك الإعلاني ماذا سيفعل وليد جملاط في حال سحبت الثقة وذهبنا إلى استشارات جديدة؟ من يسمي هذه المرة؟ بريك وانتبع. نتابع كلام الناس من دارة مي جملاط في كليموسو. استاذ وليد، طيب ما مشي الحال بحكومة الأمر الواقع، عشو منروح؟ منروح على مشكلة في موضوع حكومتين، حكومة تصريف أعمال، أي حكومة بتكون هي حكومة تصريف الأعمال؟ الحكومة اللي ما بتاخد ثقة أو حكومة الحالية، أي منهم؟ لا أملك صراحة يعني ماني دقيق أو بدي ماني خبير بالموضوع الدستوري. أي ماني بس ماني, ماني خبير يعني لا ما بدي. بس مش منتبهين إنه ممكن يروح عليك مشكلة؟ منروح قيل لي إنه تلك الحكومة، قيل إنه تلك الحكومة المستقيلة تستطيع إذا ما اتفقنا على ترشيح على انتخاب رئيس جمهورية جديد، تلك الحكومة هي اللي بتحكم ساعتها وفق الدستور، وساعتها كل بس بدها يعني تحكم بدها هي حكومة 30، بدك 30 يوافقوا 30 أمضى. نعم قيل لي. طيب بس ماني خبير، بدك تسأل كبار رجال القانون. ما عندي. افترضنا انه اضطر رئيس جمهورية ما مشي الحال بهذه الحكومة وخرج وليد جملاط وخرجوا الشيعة عنا، يعني رحنا على استشارات جديدة. رحنا شي. نعم. مين بتسمي؟ بسمي تمام سلام. تمام سلام؟ نعم. مش نجيب مئاتي؟ بسمي تمام سلام لأنه ظروف ما ساعدته،
الظروف ما ساعدته، لانه مش طعنا بنجيب ميكاتي، مش طعنا ابدا بنجيب ميكاتي الذي اتهم زورا بانه اغتال، بعد شوي اتهموه انه قتل وسام الحسن. اوكي بتتذكر انقلبت عليه يعني. وبتتذكر ابدا بالاتفاق معه اصرينا الى اخر لحظه فيما يتعلق باشرف ريفي طفع الكيل معه، واتفقنا سوا على ان الحكومه. بس اشرف ريفي عم بيقول انه اكتشف انه نجيب ميقاتي كان عم بيتآمر عليه. هو عنده اشرف ريفي هو يمكن يملك معطيات والمعطياته، بس بتذكر انا معطياتي، وعلى كل حال فيك تسال وائل وغازي موجودين، رافقنا رئيس ميقاتي الى الاخر. نعم الى الاخر. طيب هلا بسمي تمام سلام، لانه من خلال تمام سلام بعتقد مجددا فرصة للمملكة العربية السعودية أن تدخل إلى لبنان من الباب العريض الاجتماعي والسياسي. كيف يعني؟ يعني واحد بيعز لي أن مؤسسة عريقة عمرها شي 130 سنة أو 140 سنة من المؤسسات المعتدلة الإسلامية المقاصد على مشارف الإفلاس. إيه بس إنه آخر شيء مثلاً آخر شيء طالبين من المملكة العربية السعودية إنه بس أنت بتجي بتدفع مصاري وتبرعات تمارس دور اجتماعي، وبس بالسياسي في حدا غيرك لازم يستلم. مين قال لك هالشيء؟ بالعكس بتعمل توازن سياسي، بتعمل توازن سياسي. اليوم المحاور الدولية أقوى من المحاور العربية. طيب أنا بطلب حضور، أنا مع هاي وجهة نظري، كنت مع حضور المملكة العربية السعودية مجلس الأمن، بس بتحضر وبتحضر بمؤتمر جنيف حتى اذا كان الايراني موجود بتحضر، وبعمل علاقه مع الايراني بحسن شروط العرب. بس امبارح كيري عطيهم اسباب، قال لهم معكم حق تحردوا بالمجلس الامن نظرا لهذا التعاطي بالملف السوري. نعرف هلا الامريكا كيف باعوا امريكا، مش قصه هيك، في راح نسميها انسحاب جزئي من امريكا من العالم العربي. طيب اختارت شو امريكا؟ دولة كبرى لها مصالح، اذا تقاتل العرب قبائل وعشائر تقاتلوا اربا تفرق مع امريكا؟ اذا احتدم الصراع السني الشيعي من العراق الى سوريا الى لبنان الى اليمن، شو بتفرق معها؟ شو دافع حقهم؟ ما بتفرق معها. بعدين بنصير بتعرف انه كمان في مصالح اكبر، في مصالحها مع الروس، في خروجها من افغانستان، في اذا بدهم يعملوا تسويه عن النووي. هلا اسبوع قال صالحي انه هالاسبوع رح بيصير في اتفاق تاريخي حول موضوع النووي. افضل للعرب إيه؟ ان يكونوا جاهزين وموجودين في التسويه اذا في تسويه كبرى بدل الغياب، هذا رايي. بس اي تسويه؟ خلينا نعود الى الوضع اللبناني. إيه؟ لذلك مدخل السعوديه تمام سلام. بس عم ينقال انه انت لمحت انه مش بالضروري انا ارجع امشي معكم تمام سلام، انا باي استشاري جديد كمان بروعه او عبد الرحيم مراد او بهيش طبارة او نجيب ميقاتي. ما لمحت لشيء، دائما من يعني مثل التلميحات انه انهزمت ووقعيتي انهزام. ايه طب اوكي، طب ليش عم بيوحوا فريق 8 اذار انه انت صرت عنده نهائيا؟ اني حريني اولوا مثل ما فريق 14 اذار عم بيأول. فكرك ما مش عم بيأولوا كله سوا؟ كله بيأول وكله عنده وسائل التنصت تبعه. بالمناسبه ذكرتني شغله وهذا مفيد، بطل في عميل اسرائيلي بالبلد. ليه؟ شو في؟ غريب، فجأة الأجهزة الأمنية توقفت عن اعتقال العملاء الإسرائيليين. ليش؟ ليش؟ ما بعرف، غريب، كأنه نظف البلد من عملاء إسرائيل. شو صاروا يعني؟ ما بعرف، بس عم بذكر هيك خطر. ليش ذكرت هلا الموضوع؟ ذكرتها هيك. فجأة كنا نعتقل واحد أو اثنين بالأسبوع، فجأة بطل في حدا؟ غريب. تحس في حدا عم بتنصت عليك؟ ما بعرف، طبعاً كلهم عم بتنصتوا. كيف طبعاً؟ أهم شيء إنك تحط التليفون بعيد، أوكي، أو تجيب ترانزستور تحطوا حد منه. اف لحظه، تحط ترانزستور او تحط تليفون بعيد. مين عم يتنصت اليوم؟ كل الاجهزه. ماشي الحال. على كل حال من واجباتهم انه يحافظوا على الامن الوطني وال رح نستخدم كلمه قومي، لكن تنافس الاجهزه بوصل لهون لهالفوضى. طيب نرجع هسه للموضوع. مسح العالم العربي عشرات الاف مئات من القتلى والجرحى في العراق وفي سوريا في اليمن. مصر بدل ما يدعموا النظام، اوكي، عم بيتراجعوا عن دعم النظام، اوكي، اخذين على اعتبار ان هذا النظام كمان بده ينتبه. يعني ما فيك تقصي في بالاخر له حيثيه معينه. طبعا الاخوان المسلمين لم يخرجوا من عقده الاخونه. نعم. الى عقده الدوله، هذا طبيعتهم، هي طبيعه التركيبه التاريخيه. لكن بنفس الوقت
النظام يجب أن يجنح تجاه القمع. يعني ما بفهم منع برنامج باسم يوسف، بالعكس عبد الناصر كان يطالع كل الصحف العربية والمصرية يدور على نكتة عليه. عم بيعملوا تهذيب يمكن، لأنه اللي تمادى مع الإخوان المسلمين ومع مرسي ما بيقدر يتمادى معنا. غلط شيء. أنا هذا رأيي. طيب. غلط. بدي أرجع أستاذي. نعم. يعني بس أنت بفترة من الفترات. نعم. دعيت إلى الأمريكان إلى اغتيال بشار الأسد. ما دعيت الأمريكان. يعني ويقال إنه في مراسلات حتى مع الإدارة الأمريكية في هذا الإطار. في مراسلات مع صديقي السابق جيف فلتمان، وفي مراسلات كان مع مساعد مكين. قلت له عن هالموضوع؟ قلت الحفاظ على المؤسسات في سوريا، الضربة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى، لكن أهم شيء خروج بشار من الحكم، تطبيق جنيف مش عارف كيف رح يطبقوه بحضور المعارضة، والحفاظ على المؤسسات. بس ما دعيت لاغتياله لأن عقاب صقر ببينه حاكي بما معني. إذا ممكن ما تدخلني بالتفاصيل. طيب. الجانبية. نعم. عظيم، ما راح دخلك بهذه التفاصيل الجانبية. بموضوع الرئيس سعد الحريري. نعم. قبل ما أرجع فوت على المبادرة تبع الرئيس. نعم. نبيه بري. نعم. على موضوع طاولة الحوار. نعم. وعلى موضوع انتخابات الرئاسية. أيوه. شو قصة اللقاء اللي طار مع الرئيس سعد الحريري؟ يعني هل يعقل أنه أنت ببريز صحيح عم تعمل فحوصات طبية، بس آخر شيء تخلص الأمور بالتليفون صغير بينك وبين سعد الحريري؟ رحت لأعمل فحوصات طبية، ما رحت أعمل أي لقاء سياسي، لا أكثر ولا أقل. وبعد آخر فحص نهار الخميس قال لي الدكتور غطاس منروح عند الشيخ سعد، قلت له لا، جيت لهون تأرتاح وتعمل فحوصات وبشكرك، بما أنه عمل عملية رح تلفن له وتلفنت له. قلت له شيخ سعد خبرني غطاس انك عملت عمليه الحمد لله على السلامه، قال لي شكرا وسكرت التليفون. خلصت هيك؟ هيك. طب ما قلت له بدي اشوفه؟ ما رحت. لا، ما طلب الدكتور غطاس انك انت ترجع تروح تشوفه؟ ما طلب الدكتور غطاس. نعم. قلت يا دكتور غطاس، يا غطاس جيت لهوني بس ترتاح وتعمل فحوصات طبيه، لا اكثر ولا اقل. ما لها علاقه ببين عقاب او احمد فتحي، حدا بيحكي بهيك تفاصيل. ردا على سؤال حول علاقة مع سعد الحريري، قلت بحديث الشرق الأوسط ب 7/3/2013 هناك علاقة مع آل الحريري حتى ولو كان هناك خلاف سياسي، لا مشكلة في الخلاف السياسي، لكن تبقى العلاقة مع آل الحريري علاقة تاريخية مبنية على التضحيات المشتركة وعلى علاقة شخصية ووفاء سياسي. صحيح. شو بقي من ذلك اليوم؟ ما كنا نختلف، بتذكرك كنا احيانا عبر كلام الناس. طول بالك شوي. اي عبر كلام، كنا نختلف مع الرئيس رفيع الحريري. انا ذاك كان الخلاف عنوانه اعاده النظر بالاولويات. صحيح. كنا مختلفين معه حول موضوع الاولويات، كان عنده وجهه نظر اقتصاديه اجتماعيه. المصارف، السياحه. الفنادق، شو بعد، المطار، سوليدير، المطار. نحن كنا نقول حمايه الزراعه، حمايه الصناعه الانتاجيه. هذه كنا نختلف، بس اليوم اختلفنا مره. ما عم تركب بينك وبين سعد الحريري؟ بلا، عم تركب. بس اليوم انا ذاك كنا سوا نحن والرئيس الحريري. بتتذكر كنا ايام ما يسمى الوصايه، بس كنا شركاء بالوصايه. بس للتذكير. كيف كان يعني شركاء؟ لا يعني اخترعنا كلمه وصايه لاحقا. ايه، بس كلكم سوا رفضنا الوصايه. رفضنا الوصايه لما اجى التمديد. لكن انا ذاك كمان قلت له انت ما بتحملها، انا بحملها. هن بخوفوا، ويعني كانت نبوتي بمحلها اغتيل. طيب هلا مع الشيخ سعد في مختلفين على التقييم، بالاساس حول موضوع النظام السوري. ظنوا ب 14 اذار انه سيسقط كما سقط بن علي ومبارك. طيب هن احرار. انا كان عندي حساب مختلف. وكنت دائما استشير واسمع لنصائح العماد حكمة الشابي الذي كان يعلم منذ اللحظة الأولى بأن سوريا ذاهبة إلى الحرب الأهلية. طيب. لذلك نرجع لسوريا الحل السياسي. عظيم. بس آخر شيء كمان هذه قراءة يعني. طيب. أنت لو صارت الضربة الأمريكية على سوريا كل موقف هو ذاته اليوم؟ الضربة الأمريكية لا أبدا. لو صارت ضربة. ايه؟ كانت زادت الأمور فوضى وتعقيد وانعكست على لبنان. هاي رأيي. طيب. لأنه بالأساس أوباما
يعني هي مضحكة. أنا ذاك السجال اللي صاير اللي بنعمل سيرجيكال سترايك، نعمل عملية جراحية، ما بترد ضربت، ما بترد حقها يعني. بعد شوي رح يقول له لبشار إذا بتريد دلني وين بضرب هيك تمام. وين بتتخبى؟ مين اللي بتعتقد تغير حتى بالصعيد الشخصي؟ عم تضرب المؤسسة العسكرية مقابل من؟ لو في معارضة، لو في معارضة قوية موحدة عسكريا وسياسيا بقول لك، بقول لك يمكن بغض النظر، بس ما بتعرف المعارضات. لذلك أنا مع وحدة وفد المعارضة أن تكون تمثيل أوسع القطاعات الشعبية والنقابية والعلمية بسوريا، مش أنت تواجه بالحوار، بالحوار النظام الأمني. مين واقع أكثر، سعد الحريري أو أنت؟ مش وقت هلا عم نحكي عن حالنا هلا، وقت نحكي عن حالنا هلا مش وقت. هي مسألة أساسية لأنه الناس مراهنين على هذه العلاقة، إذا هذه العلاقة بتتدهور للمستقبل. ما تدهورت، في خلاف سياسي وانتهى. خلاف سياسي على شو؟ على تفصيل تكتيكي؟ في خلاف سياسي على توصيف الأزمة بسوريا، في خلاف سياسي على موضوع الدور الإيراني في المنطقة. في خلاف سياسي. أيوة. أنت مع هذا الدور الإيراني؟ لا، وكأنه لجملات يعني رئيس الحزب التقدم الاشتراكي بيقدم أو بيأخر بالدور الإيراني أو بالحوار الأمريكي الإيراني، يعني كمان عم نمزح مع بعضنا؟ نحن لا شيء، أدوات صغيرة، بلد صغير مقسوم عموديا، فلنحاول أن نجنب هذا البلد تداعيات الأزمة الحرب الأهلية السورية. بس تنصح سعد الحريري رجع على لبنان؟ اي بنصح يرجع على لبنان، نعم. ايوه الحضور ضروري. ايوه رغم المساله الامنيه استاذ وليد؟ رغم المساله الامنيه نعم، اذا في واحد يقعد ببيته شو القصه. الرئيس بري نعم. بدوره بالمرحله الاخيره بالمبادره اللي اطلقها نعم. ودفنت وهي حية. طيب اليوم في دور للرئيس بري تقريبا معدوم، يعني مش عم بيخلوه يشتغل، مش صمام امان الرئيس بري عظيم. شو هي كل المبادره؟ شو هي تشكيل حكومه حط نقطه كثير اساسيه وكثير يعني دقيقه، منع التداخل او اخراج التداخل اللبناني من سوريا. عظيم. اخراج التداخل يعني ما نتدخل نحن بالشان السوري، اكبر منا الشغله. وهذا الكلام موجه للفريقين على طريقته اللبقه الحضارية. رئيس بري صمام أمان، رئيس بري في الحوار، في المجلس، في المجلس وفي الميثاقية. بس مبادرته مش هيك كانت، روحوا له إياها، ما بدهم يسمعوا. شو ما بدهم يسمعوا؟ لأنه هن كل واحد كان ناطر الصواريخ التوماهاوك، شو بدي أعمل لك فيهم؟ طيب بس كمان في فريق آخر كمان مراهن على هذا التغيير، على صمود هذا النظام فوق، وكمان باعت مجموعته فوق. طيب عم برجع للأساسيات. نعم. هل نستطيع ايا كانت النتائج في سوريا، وسوريا الحرب طويل جدا جدا، اذا لم نحافظ على المؤسسات واذا لم نستطع من خلال الحوار ان تاتي المعارضه وتمسك زمام الامور، هل نستطيع ان نحيد ولو جزئيا لبنان؟ هذا السؤال اللي عم بطرحه. اذا لا نستطيع دخلنا في الاتون، شئنا ما بينا. ثمت من يقول نعم. كثير على وليد جملاط انه يحكم البلد بخياراته ويدير شؤون السنه والمسيحيين والشيعة والدروز. ما تأخذني بمثل رأي مواطن عادي، بس هذا الرأي عم بيعطل البلد. مش عم بيعطل البلد، غيري عم بيعطل البلد. غيري كيف عم بغيرك عم بيعطل البلد؟ عم بعطي رأيي، ممنوع حد يعطي رأيه، عم بعطي رأيي المتواضع. رأيك المتواضع. وحتى بالدروز في تعدد وتنوع بالتنسيق الكامل مع الأمير طلال أرسلان. يعني شو عم توزعوا أدوار بين بعض؟ مش عم نوزع أدوار أبدا، له حيثية، له حيثية تاريخية. الأمير طلال موجود وفي تنوع بالأفكار. يعني كأنك عم تأكد لأنه الجاي مبارحة بالديلي ستار وهذا موضوع صحيح فيما يتعلق. هذا عم بجرنا لموضوع دروس سورية، تندخل بصلب الموضوع. حكينا كثير عن سوريا. ايه شو دروس سورية؟ حللت لهم دم المرة الماضية اللي عم بيكونوا مع النظام، شوي شفنا أنه أنت عم تتوسط لبعض الضباط المنشقين عن النظام تيرجعوا على النظام. هذا اللي قريناه امبارحه بالديلي ستار ويبدو انه موضوع صحيح. ديلي ستار دخلك مين بيملك ديلي ستار؟ ما بعرف. طيب بس مين بيملك؟ مش عارف كيف سربوها، كنت متوقع تجي تسريبي من الاخبار مش من ديلي ستار. طيب تنرجع لدروس سوريا. شو يعني؟ فشلت في التشجيع على الانشقاق الجماعي في الجيش، ما عندي فكره شو نسبه الضباط، ما عندي فكره. استطعنا أن ينشق من الجيش السوري شيء 15 أو 20 ضابط، منهم واحد استشهد اسمه خلدون زين الدين،
واحد مر من لبنان بعدين اخذت معنا وقت التجأ لدولة عربية ما بدي اذكر اسمها. الأردن معروفة. مش أنا، لا في في تركيا كمان. نعم. طيب. برفض الإدانة الجماعية للدروز. وبرفض أيضا نفس الوقت الفتاوى التكفيرية. في فتاوى تكفيرية. طيب. ثلاثة محاسبة إذا بدك تلطيف كلمة، لأنه بتعالوا أنتم على كلمة بقولها، تلطيف كلمة تحليل الدم، محاسبة الذين أجرموا، نعم، من كل النظام السوري، دروز وغير دروز. طيب هلا وزير الدفاع بسوريا دخلك شو؟ درزي؟ سنة. محاسبته. كل الذين أجرموا معاقبتهم. في بننسى في أحيانا، بعطيك مثل احتلال ألمانيا لفرنسا. بمرحلة معينة قبل أن تنشأ، قبل هزيمة الألمان في ستالينغراد، 60% 70% من الشعب الفرنسي كان موالي للاحتلال إلى حد ما، وكانت دعاية آنذاك الفاشية محاربة الشيوعية. كان موالي. طيب انقلبت الظروف، انقلبت. شو عمل دوغول؟ إجا دوغول فرض حاله على الحلفاء أولا، فات على باريس، فرض حاله نفوت الأول على باريس. كان في بعض البوليس بعده موجود، طهر البوليس. في إعدام واحد صار، إذا مش غلطة، في إعدامات عشوائية صارت للذين تعاملوا، ثم أوقفها. نزع سلاح الميليشيات، نزع سلاح الميليشيات المقاومة، يعني الحزب الشيوعي والحزب الدوغولي وغيره الذين كانوا يقاومون الألمان. أعدم كاتب كبير اسمه تيجر روبير أو روجيب غازياك، أعدمه. و حكم بالإعدام على الماريشال بيتان الذي انتصر في فردان. بهالطريقة بده واحد، بدك حكم، بدها لاحقا معارضة تستطيع أن تجمع الشعب السوري، مش تخون بالجملة، مش تخون بالجملة، أو مثل ما بعض الفرق التنظيمات تكفر بالجملة. هذا ما هذا جوابي على موضوع الدروس. مع الأمير طلال لنا علاقات مع شخصيات وطنية خارج سوريا، لنا علاقات مع مشايخ في الجبل، لنا علاقات مع جيش السوري الحر. عندما يصير في خطف وخطف مضاد نلجأ إليهم ونلجأ إلى الأمير طلال، لأنه عنده علاقاته مع النظام، لمحاولة تفادي الأخطر. لحد هلا نجحنا في بعض المواقع وفشلنا في غير المواقع، لا أكثر ولا أقل. اليوم وئام وهاب يحكي عن ضرورة مد الدروز بالمال والسلاح لمشروع المقاومة فوق، لأنه في أنا ضد هالشيء. ضد هالشيء؟ ضد هالشيء. ضل أنا هاري بوصل إلى فتنة. أنا بعدني على موقفي في محاولة تحييد الدروز من هذا الصراع، إذا كانوا لا يريدون الانضمام إلى الثورة، تحييد. إعلان المدن والقرى الدرزية مدن مفتوحة، إذا قدروا، إذا قدرنا، بس عم بقول لك فشلت، عم بعترف بفشلي أكثر من هيك. بعدك مع جبهة النصرة أكثر من النظام، لأن هذا حديث أنا بمرحلة معينة قلت، ويعني قلت مثل ما قلت تحليل الدم، لا مش مع جبهة النصرة، وجبهة النصرة مع النظام وضد النظام، ما بتعرف وين جبهة النصرة. مع معاقبة الذين ارتكبوا الفظائع بحق الشعب السوري من كل المذاهب والطوائف. رح أتوقف مع بريك إعلاني، بعد بريك الإعلاني أدخل إلى انتخابات رئاسة جمهورية وملفات أخرى مع وليد جملاط مباشرة من كليمونسو. نتابع كلام الناس مباشرة على الهواء من كليمونسو. وليد جبلاط، ما الذي يربطك أكثر بذاكرتك اليوم، بعروبتك، بعزتك، السعودية أم إيران؟ بعروبتي بيربطني عبد الناصر، جمال عبد الناصر الذي كان رمز العنفوان العربي، الذي قال لهذا الفلاح المصري ارفع رأسك يا أخي، الذي واجه الغرب، وأنا ذاك كانت المؤامرة الغربية والعربية مشتركة لهزيمته بال67، أخذين على اعتبار طبعا يعني الخطأ، خطأ أخطاء استراتيجية من قبل الأركان عبد الحميد عبد الحكيم عامر وغيره. هذا هذه عروبتي. بعد منا شو الأنظمة البعثية بحياتي ما حبيتها، يعني الوحدة الحرية الاشتراكية، بس بالاخر بدك تتواقع مع الجغرافيا السياسيه. في ورا منك في سوريا، في البحر، في اسرائيل، ومع سوريا نجحنا في
منع تقسيم لبنان، وأنا ذاك رفعنا شعار عروبة لبنان ووحدنا المؤسسات. عظيم. أوكي. بيربطني بالماضي القديم، مثلا عصر النهضة. عندما أنا ذاك عصر النهضة، جماعة مثل شكيب أرسلان جدي بيّل الوالدي الأفغاني، جماعة هذا الحلم العربي يعني. هذا الحلم النهضوي الذي كان ينادي بحداثة الإسلام. نعم. لكن بنفس الوقت كان تنبأ شكيب أرسلان عندما كتب كتاب بعتقد اسمه لماذا تأخر الغرب، لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون. كتب الكتاب بالثلاثينات أو بالعشرينات، وبعدنا محلنا. طيب اليوم بهذا هذه النهضة العربية اليوم، يعني هذا الحلم العربي الذي يندسر بالنسبة لك، يربطني بالماضي أساس الأول أو المفكرين مثل رياض الصلح، الحاج جميل حسيني، سعد زغلول، مكرم عبيد، مخيل نعيمي، ميشيل شيحة، جبران، غيره. هذا 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 هيك تربيت، هيك بعد بالتصور الخلفي بفكري. اليوم بيطلع القرضاوي بكفرك، لأنه حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نعمل تسوية تاريخية، تسوية سياسية. هي رأيي، لست فقيه بالإسلام ولا أريد أن أدخل على هذا الموضوع من باب الفقه، من باب السياسي. ما عملنا تسوية تاريخية حول موضوع خلافة النبي محمد. أنا ذاك كان خلاف سياسي، ما استطعنا، لم يستطع المسلمون أن يتفقوا على التسوية السياسية. لذلك بعد سقوط حائط برلين العربي اللي هو بثورة تونس ثم الجزائر ثم عفوا ليبيا ومصر وإلى آخره، تشاطت الغرائز المذهبية والعرقية وكل شيء. طبعا ما تاخذ العراق، لكن دخلنا، عدنا إلى 1300 سنة نصفي حساباتنا وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى والدمار، وسط مجاهل الفقر والأمية، ووسط توزيع للثروة العربية غلط. هذا مستقبل العالم العربي. هون بمستقبل العالم العربي، قبل ما أرجع أدخل على المسائل اليومية للأسف اللي منضطرين ندخل فيها أستاذ وليد، في مسألة مسيحية الشرق وما يطرح بالنسبة لهم اليوم في عدة مؤتمرات، عم يقال بعض منا مفخخ من النظام بسوريا عم تنظم حول موضوع المسيحيين في الشرق. أنت اليوم هل جديا تخشى على وضع المسيحيين في الشرق، أم كمان هذه فزاعة من فزاعات النظام السوري اللي عم بيزتها في وجه المسيحيين؟ وأنا ضمنتكم أخشى على المسلمين أيضا. من شو؟ أخشى على المسلمين الليبراليين، على الانفتاح الإسلامي، على النخب الإسلامية. أخشى على الحركات الصوفية، أخشى مثل النقشبندية أو الشاذلية. أخشى على الاعتدال الإسلامي من ما تبقى منه. أخشى على الولاءات الوطنية من الوحش التكفيري اللي جاي على المنطقة، ومن سدان النظام الذي هو أتى بهذا الوحش. سدان النظام السوري هو اللي ولد كمان هذا الوحش في سوريا وفي العراق. مسؤولية الأمريكيين لا تحصى. إذن أخشى على المسيحية، على الأقليات والتنوع في الشرق. نعم، لأنه المسيحيين وأنتم بيناتهم كدرون، ونحن بيناتهم، نحن وغيرهم. لكن التنوع الإسلامي بالأخير المسلمين مش بلوك واحد، التنوع. لكن عم بيجي واحد بيقول لك إذا لم تماشيني في هذه الفكرة الأحادية كفرك، حلل دمك، انتهى الموضوع، سيارة مفخخة أو بيتلك. هذا فرج فودة مثلا بمصر بمرحلة معينة. طيب شو اللي بحل بهذه المسألة؟ ما بحل. بدك أوف. كان يقول والدي ما مرى ديكارت على العالم العربي، أفكر إذا أنا موجود. جي بانس دونك جي سي. ما مر علينا ومش راح يمر علينا، وما وبزيد عليه ما يبدو كمان لوثر كينج مش هيطلع عنا لهالدرجة؟ هيك رأيي. يعني هالأحباط وصلك إلى هذه أحبط. إلى هذه الواقعية، يعني أعطيني إنه قبل أنت كنت تقول أيام بشار الأسد معدودة، هلأ صرت عم تحكي بالحل السياسي. أيام بشار الأسد لن يستطيع أن يستمر، لكن بالآخر نحن نريد ماذا نريد؟ أنت أصدق إنه أنت مثل غيرك، أنت مراهن على هذا السقوط القريب لهذا النظام. يا عزيزي خلينا نميز بين الشخصي وبين دولة مركزية اسمها سوريا. بدنا تبقى سوريا موحدة طبعا. أوكي. بدون بشار
كيفية الحل مش أنا وصفت الحل، أعطيتك أصدقاء جنيف الذين أصدقاء الشعب السوري. خلصنا من هذا الموضوع. طيب السوري. طيب. أستاذ ولي بدي أرجع على الموضوع اللبناني. نعم. الموضوع اللبناني، انتخابات رئيس الجمهورية، نحن داخلين إلى مأزق واضح. نحن اليوم قدام إمباس بموضوع الحكومة مثل ما حضرتك شفته. نعم. نحن قدام جلسات أو ميثاقية أو غير ميثاقية، أنت قلت إن حكومة ميثاقية بتقدر تعمل جلسات، واضح إنه نحن فاتين على أزمة أيضا في هذا الموضوع. طيب انتخابات الرئاسة، هل فينا نبلش نحكي فيها؟ هل فتح هذا البزار، نعم أم لا؟ إذا فريق مكون أساسي من البلد لم يلا بيحضر مجلس النواب، مكون أساسي أوكي، ما فيك تعمل انتخابات رئاسية بدون مكون أساسي. تعمل انتخابات بيصوت ولي جملتنا بيبرر لرئيس الجمهورية لوحده، ما فيك، بدك المكون الأساسي التاني يجي. نتفق مش على أن تكون العملية انتخابية بوجود المكون الأساسي، يعني فريق المستقبل، يعني فريق السنة. بس هي مسألة، مش مسألة حضور جلسة، مسألة يعني جو يسبق هذه الجلسة. خلينا بالأول بالمبدأ. إيه؟ في غياب ما في مجلس نواب، في غياب ما في حكومة، في غياب ما في انتخابات رئاسي، في غياب قد نصل إلى ما يسمى حكومة التصريف الأعمال الحالية. تقبل أنه نجيب مئاتي هو يدير مرحلة؟ مش مقبل، أقول لك مش قصة أقبل يا ملا، أقول لك الواقع ماذا يفرض. طيب من وين بدنا نبلش للخروج من هذا النفق؟ اذا نحن ما السؤال قدرنا... مش موجه لي، بدك توجه السؤال لغيري. ما انت عم انا حددت من اول الحلقه تخفيف الخسائر من الممكن للوصول الى تفادي الفراغ. طاوله حوار اذا رئيس جمهوري داعي بتوصل الى محل بتعتقد؟ بتوصل الى محل اذا وافقنا على الحوار وحطينا جانبا المواضيع الخلافيه. مثل شو مواضيع الخلافيه؟ موضوع السلاح قلنا وصلنا الى مشارف الخطة، يعني توصيف الخطة الدفاعية. بس برجع بقول لك هذا موضوع، يعني ساعتها بدك تجرب تلزق ببيان بعبدة ما يكونوا، يعني مشان تكون واضحين، مني بتلزق بيان بعبدة بالمثلث اللي هي الشعب و كيف بدك تلزقه؟ عملية تنميق كلمات، بعدين عم تحكي بموضوع في مكون أساسي. نعم. بده يحضر إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية. في مكون أساسي ما حضر بحكومة نجيب ميقاتي، في مكون أساسي يعني ما كان موجود بهذه الحكومة ولم يعبر عنه وتم الانقلاب عليه، وأنت مشيت مع حزب الله. طيب يومتها كانت ميثاقية. أنا مشيت مع مبدأ الاستقرار وعدم الفتنة. أنا ذاك. طيب اليوم نفس الشيء رح يفكروا. خليني أوضح لك، كان أنا ذاك قيل لنا، نوه إلينا أنه إذا ما صدر القرار الظني أوكي تخرب البلد. أنا ورئيس ميقاتي اخترنا الاستقرار على خراب البلد. طيب لا بتحمل هلا مسؤولية. بس هيدا كارت، يعني هيدا على كارت، هيدا منو بننقي مطرح ما بدنا ميثاقية، مطرح ما بدنا استقرار البلد. موضوع الميثاقية مش مني خبير، بدك تسأل الأستاذ رفاعي مثلا أو غيره، ما عندي فكرة بالموضوع. إيه؟ بس هكذا قيل لنا أنها غير ميثاقية، مثل ما كنا أيام فؤاد السنيورة آنذاك تتذكر، محصولين بسرايا. نعم. وكان في مكون أساسي مش معنا، انسحب لأسباب مختلفة عن اليوم، أسباب المحكمة. لكن بالآخر جبنا المحكمة بالقرار السابع. إيه؟ هذا الشغل الوحيد اللي جبناها من ما يسمى المجتمع الدولي. هذه المجتمع الدولي الذي خذلكم، خذل الشعب السوري كله سوا، خذلني. تضحياتنا لا شيء حول تضحيات هذا الشعب الرهيب الهائل، لا شيء. طيب بدي ارجع موضوع رئاسه الجمهوريه. طيب. استاذ وليد بتقول للسفير ب 11/2013. نعم. نريد رئيسا للمرحله والافضل الا يكون عسكريا، هل هذه اداله بشكل ادخل السنة؟ لن ادخل في هذا البزار، عم نحكي بالمبدأ. ما انت فتحته. ما بدي، مش عشان هلا ما بدك؟ لا ما بدي، لا ندخل، لانه الظرف ما بدك تحرق مراحل او الظرف عندما سياتي قد يفرض معادلات جديده. اذا فرض التمديد للرئيس سليمان، الظرف عندما ياتي سنرى. اذا فرض التمديد للرئيس سليمان عندما نطل على هذا الظرف، نتدارس كقوى سياسيه بدون مع كل اذا لم سياسية. ياتي هذا الظرف رح يجي الظرف امتى؟ بأيار جاي. شو بأيار جاي؟ بأيار رئيس نبيه بري عم بيقول، خليني اقول لك شو قال الرئيس نبيه بري صديقك، بيقول لمجله الامن العام
25 أذار بدء المهلة الدستورية للإستحقاق الرئاسي، نشدد على عدم وقوع فراغ في موقع الرئاسة الأولى والثاني، هو ضرورة التوافق على الرئيس ولا مجال لصيغة النصف زائد واحد لانتخاب الرئيس. صحيح، ما هو حق. طيب لكن مش ما هو حق توافق، مين بده يتوافق؟ الرئيس بري، سعد الحريري، كل المكونات اللبنانية، وأنا حطني بالآخر. معلش أنت بالأول أساسا. ما بدي دخيلك، ما بدي. طيب رئيس توافقي يعني؟ لا، توافق انه توافقنا على اجراء انتخابات. توافقنا يعني مكون اساسي يشارك في العمليه الانتخابيه، يبقى يكون مرشح واحد، يكون مرشحين، ثلاثه، مش مشكله. انت بتعتقد انه تيار مستقبل او 14 اذار ما بده يعملوا انتخابات رئاسي؟ ما عندي فكره. اذا بتهيئوا الاجواء ما بصير ما عندي فكره. طب بس عم بقول لك بهالمعادله الحاليه بغيابهم ما في انتخابات. استاذ وليد، بس نحن رايحين على هذا الاستحقاق، اذا ما صار في حكومه، يعني واضح انه سعد الحريري متصلب حيال 996. طيب، اللي هي رايك؟ أوكي. فيها. طيب. حكومه امر واقع، انت بتنسحب منها. نعم. طيب نحن رايحين على ازمه، نعم ام لا؟ نعم. والبلد رايح على مشكل امني. نعم. اقتصادي، نقدي. نعم. مالي. صحيح. سياسي. صحيح. صح، وانت حكيت هذه. طيب شو اللي بينقذ البلد من هذا الموضوع؟ بينقذ انه نعمل، نحاول ندور الزوايا، نعمل تسوية، نعمل حول المواضيع المتفق عليها. بس هذه انهزام مش تسوية. مثل ما بدك، انا اقول تسوية. يعني بتعرف بلشوا يصوروك وكأنك حصان طروادة لإدخال حزب الله والسيطرة على مؤسسة الدولة من خلال حزب الله. مثل ما بدهم يصوروني وحياتك، مثل ما بدهم، ماشي الحال. أنا ببديك بهذه الصورة. مثل ما بدهم يصوروني، ما فرق معي. أنا همي الاستقرار والوصول إلى الاستحقاق الدستوري الرئاسي بتوافق. ثم ننتظر مين نحن نقرر مصيرنا؟ عم يتقرر مصيرنا بالخارج. هذا الحوار الأمريكي الإيراني، وهذا الأشلاء العالم العربي. طب وهذا انهزامي. مش انهزامي يا حبيبي. نحن في لبنان ألا نستطيع أن ندور بس الزوائل. أنت كنت منتفض قبل، بال2005 انتفضت، وبال2011 انتفضت، بس شفت الأمور عم تبرم. بال2005 لا حبيبي. ندمت؟ ما ندمتش، لا. بال2005 بتذكر لما فتنا على البيت الأبيض، على الغرفة، رئيس الأمن القومي اسمه ستيف هادلي، وفاة الرئيس جورج بوش. أوكي. بيطلع بعدين قال لي هاي وليد بيك، بسطنا فيها طبعا، كان معي مروان حمادي والتصخوري. قال لك بعد شوي، قال له لسيف هدلي، قال له شوف شو بده، لوك وات ذا جنتلمان وانس. يعني فكرت حالي بعد شوي رح ارجع مع الاسطول السادس على البلد. طلعت النتيجه شو؟ وقتها عقوبات على الحسابات المصرفيه لوائم وهاب، ميشيل سماحه، وناصر قنديل. ماني مغشوش لهالدرجه. انتوا شغلتوا عليهم وقتها؟ يعني لا، طلعت نتيجه يعني هالاستقبال. ايه. اوكي، هالنتيجه مع كل يعني محبتي لوئام، بالاخر وئام من الرفاق الحزبيين القدامى. وبتمنى هلا بالمناسبه، ما عم نعمل ثنائيه بالدروس، لا، بس بالمناسبه اذا في ساعدنا بموضوع الحادث الاليم اللي صار على مدخل ببقعتا، بس فاصله اليوم؟ لا، من شيء 3-4 شهور. القديم. نعم. الحادث القديم. فهذا كان موضوع السياسة الأمريكية. أنا ذاك كان يقول لي، الله يرحمه العماد حكمة، قال لي شو عم تروح تعمل؟ ما بيطلع منه شيء. قلت له عم بروح أدبياً مشان المحكمة. واستطعنا بتضحيات هائلة في لبنان، ومن خلال جهد دبلوماسي وسياسي ساعدنا فيه أنا ذاك حسني مبارك. نعم. رئيس حسني مبارك، الملك عبد الله، جاك شيراك، استطعنا ان ننتج المحكمه. متى المحكمه تاخذ ابعادها؟ محاكم دوليه طويله. بس أن نجحنا بالشغله. يعني سبق وقلت انه بدك تنطروا على الطرف الاخر من النهر. حان الوقت تنطر بشار الاسد على الطرف الاخر من النهر. سينال الشعب السوري، سينال حقه. نعم. لا اكثر ولا اقل، سينال حقه. كيف يعني؟ ما ممكن هالظلم أن يستمر. متى وكيف لست أدري، لأنه المعادلة أكبر. في صراع على مصير سوريا، وعلى مصير الشرق. في صراع دولي، لكن ما ممكن أن هالشعب إلا ما ينال حقه.
بعد البريك الإعلاني أدخل مباشرة إلى تقرير حول معرض في بيروت يعني نظم لمصلحة يعود ريهو لمصلحة اللاجئين السوريين، وأدخل من خلاله إلى موضوع اللاجئين وملفات أخرى متعددة، منها موضوع النفط ومنها موضوع المرحلة المقبلة. بريك ونتابع. مليون ومئتين ألف لاجئ سوري بلبنان، من بينهم 500,000 من الأطفال، هن بحاجة لأبسط حقوقهم مثل الأكل واللبس والأدوية والتعليم، وهو السبب لإنشاء معرض سيري للفنون اللي خلق منصة للإبداع الفني، حيث اجتمع أكثر من 145 فنان من مختلف بلدان الشرق الأوسط والمنطقة. سيري آرت هي جمعية لا تتوخى الربح، بدرت بدعوة فنانين عرب لمشاركة بمعرض الفن التشكيلي، دعتهم لوهب قطعة فنية لتعرض وتباع بمزاد علني لصالح الأطفال السوريين. جاء التجاوب بشكل مذهل من أهم أسامي الفنانين التشكيليين العرب. The Middle East in particular has a fascinating art scene at present. First, the Middle East is going through such change as we've seen. This also makes it a very fertile ground for art production. I think the most exciting thing about Middle Eastern art right now is the hybridity. So you have some of the past with the traditional shapes or patterns or decorative motifs. Well, the purpose of the project is very important. There is a major problem with Syrian refugees, and there's going to be a whole generation of children who we hope will get the education and the infrastructure that they need. الطفل السوري أعداده قطع عدد المليون طفل لاجئ. هو طفل حقيقي عم بيخرج من بيئته من دياره وعم بيواجه تهديدات كبيرة كتير، حتى وقت بيعبر الحدود إلى بر الأمان عم بتواجهه تحديات كبيرة. فينا نحكي عن عمالة الأطفال، فينا نحكي عن التوسخ في الزواج المبكر للبنات، الاستغلال الجنسي والإتجار بالأطفال. هيدا غير عن أنه هل طفل بحاجة إلى لقمة عيش، بحاجة إلى ملبس، بحاجة إلى طبابة والدراسة. ومع الأسف فشلت الأسرة الدولية لمساعدة الطفل اللاجئ السوري. حنختتم المعرض ب 8 نوفمبر بلايف أوكشن، في تقريبا 40 قطعة حيكونوا بهالمزاد غير القطعة اللي هي أونلاين. الأونلاين أوكشن بأمريكا فيك تدخلي عليه، بلندن، بباريس، وين ما كان. الدولة عم تعمل جهدها والشعب اللبناني موجود، ولكن نحن عم نوجه هذا المعرض لأولا السوريين في الخارج وإلى العالم العربي. أستاذ وليد، يعني واضح بعد هذا الربورتاج أنه عندنا أزمة لاجئين سوريين مش بس بلبنان، بكل دول الجوار. يعني هل الحل النازحين إقامة مخيمات؟ بعد بنقدر نقيم مخيمات؟ بتصور فينا نقيم مخيمات، أوكي، وبجاهر بقول أنه خلفلتكم المخيمات على أراضي الدولة. يعني بقترح مطار الشمال، مطار القلاعات، بقترح مطار شو اسمه هيدا مبلح او ريه. تكن قريه في اراضي للدوله، فيك ساعتها تحط كم معين من اللاجئين بظروف صحيه مدروسه، ساعتها كمان فيك تنظم وتحصي. بقترح هالشيء، بس طبعا بعرف انه بدها قرار سياسي موحد من كل الفرقاء اللبنانيين. بس ما بتتحمل انت مسؤوليه دخول هؤلاء النازحين كلهم سوا بهذا الكمية؟ ليش انا بتحملها؟ اول شخص دعي لادخال هؤلاء الناس معارضين، وانه تحت العنوان السياسي نحمي هؤلاء، فات هذا الكم من دون ضوابط في دوله بالعالم. معارضين وموالين، فات كل الناس، فات كل، في شعب منكوب باكمله، شو بتعمل؟ ونحن دولة لا نملك الإمكانيات ضبط الحدود مثل تركيا ومثل الأردن، لكن اليوم في عندك مأزق اجتماعي اقتصادي إنساني. نعم. طيب شو بتعمل؟ بيقول لك الدول المانحة، بنعطي الدول اللي عندها مخيمات، أوكي، أنتم ما عندكم حكومة حتى، بنفكر بنعمل تراست فوند، هيئة
هيئة تشرف أوكي تاتيجي تتشكل الهيئة أو تاد الدول اللي ما انحطاتي مصاري بتاخد وقت. عندك مشكلة بس عندك قنبلة اجتماعية ما مش قادرين نواجهها وما في حكومة انطلاقا. صحيح من ذلك بفتكر ذكرت بإحدى البنود نعم. التحييد الجزئي لمعالجة ملف النازحين. نعم. نعم. طيب انطلاقا من هون الحادث ضد الفان بطرابلس أقلقك أستاذ وليد؟ أقلقني نعم. لشو بيوصل لأنه هذا بيوصل لدينته كتلة المستقبل لأنه بالآخر كمان. بالآخر هذا ابن طرابلس قبل أن يكون سني أو علوي هو ابن طرابلس هو لبناني. عندما تنفجر الغرائز مثل ما عم نحكي كنا عم نحكي المذهبية والدينية نوصل لهالمرحلة مرحلة معينة من الوحشية. ومشان هيك بدي بتمنى على رفعت عيد عندك ولاء لبشار ما في مشكل بس انت اولا ابن طرابلس حافظ على طرابلس واتمنى على الفرقاء الاخرين تحت نعرف من اني. طيب اليوم صدرت مذكره قد تصدر مذكره بحق رفعت عيد. رفعت عيد كشخص مش علي عيد علي عيد عفوا كشخص مش كعلوي لانه يعني المجرم مجرم ايا كانت هويته. نعم. طيب بس تحت ما في مذكره توقيف باي من الاشخاص او من رؤساء المحاور. فيك تسال فيك تعرف ليش؟ ويتجولون بين لبنان وبين دول عربية وغير عربية ويأتون بالأموال وما في مذكرة توقيف طب هو يسمى علي... رؤساء المحاور. ليش؟ طب علي عيد آخر شيء في له دور مثل ما أصدر قاضي صقر اللي بعتد أنك توسق فيه يعني صحيح له دور بقصة بتفجر طرابلس مش مختلفين عبقول لك ايه؟ بس كمان بحب أضبط الوضع مشان حماية الأمن أهل طرابلس أمن أهل طرابلس هذه المدينة التي لا تستحق. نعم. هذا المصير أن يكون العدل على المسارين. ما زال في عدل وليد بيك. نعم. مسألة اللواء عباس إبراهيم اللي عم بتشيد بشغله وين كانوا هالطيارين التركيين مخطوفين؟ المهم أفرج عنهم مشكر جهود وائلة أفرج عنهم بعد أن توجر فيهم أفرج عنهم. من سنة كان في تجارة السنة اشتغل جد عظيم عم نحكي عن المخطوفين بس هو الطيارجي الأتراك حدا سأل حدا قال لك وين كانوا؟ أفرج عنهم أستاذ وليد ما سألته؟ طيب وين هالدولة حدا يقول لنا وين كانوا هون الناس؟ مين كان خطفهم؟ من وين خطفوا؟ وين طلع؟ في طيارة للدولة اللبنانية جبتهم نقلتهم. طيب شو طيب؟ بدي أقبل بالواقع إلى أن يعود الحوار ونعود نعمل دولة على كل القطاعات اللبنانية بس هذا ما بيصير إلا بالحوار. في ما زال بدك دولة عواضح أنه عندنا أزمة نظام هل نقدر ندخل بورشة نحن نروح فيها على نظام تأسيس جديد؟ لا دخيلك لا خلينا بالطائف ومش مخلصين دخيلك ما بدك؟ بالطائف خلينا على الطائف وهذا يحفظ ما تبقى من تنوع للبنانيين. استاذ وليد عندنا مشكله النفط اليوم. نعم. ما زالك بالطائف. أيوة. مش قادرين نتفاهم على هذا الملف اليوم. فينا نتفاهم. انت بدك جلسه لهذه. نعم. الحكومه. أيوة. نعم ام لا؟ نعم بدك جلسه. أيوة. للنفط. أيوة. عم بينقال. أيوة. انه انت من الناس ما بدك ابدا لانه مين ما بده عمليا جلسه لموضوع النفط؟ ما عندي اي فكره في مقاطعه للحكومه الرئيس مكاتب. أيوة. في خايف انه ينطعن في سنيا لانك انت عم تقوم بشيء غير ميثاقي بحكومه مستقيله. نعم. أيوة. اوكي. طيب الا شو بدي غامر تهمت باغتيال وسام الحسن واتهمت بالخيانه بكفي بهالشغله؟ لا انا مع جلسه ومع قانون سيادي قانون عفوا منشان صندوق سيادي. نعم. منشان صندوق سيادي مثل ما انعمل في الماضي وانا ذاك بفتكر السيد حسين حسيني اصدر قانون بالتسعينات اذا مش غلطان بمنع بيع الذهب. أي. نعم لقانون يحفظ القسم 50% او اكثر من هذا عائدات النفط اوكي للاجيال المقبله والباقي لسد الدين. طيب اليوم في قصه تلزيم الهود البلوكات العشره بين منطق الرئيس بري ومنطق جبران بسين انت وين؟ بمشي براي الهيئه الناظمه اللي انت تقول بنلزم المناطق مش كل البلوكات اوكي وحتى مع تلزيم المنطقه المتنازع عليها مع اسرائيل يعني مثل راي الوزير جبران بسين والرئيس بري بده هيك بس ما عندي فكره وين الخلاف. شو حكايه هالتناغم بينك وبين جنرال عون؟ يعني صار في بسطها صار في مشاده كلاميه بين النائب اكرم الشيب وبين العماد عون اوكي فحول انا ذاك النزوح السوري العماد عون. نعم. رجعنا شوي لورا اتصلت بمسؤول التيار العوني بالشوف غسان عطا الله قلت له بترجاك اذا بده مني شيء العماد عون يبعث لي رساله ما نبلش ببعضنا ما بدنا نوتر الجو على الارض لا اكثر ولا اقل. بس بتوصل انه اليوم تتحالفوا
انتو حزب الله والعونية بانتخابات الجامعة الامريكية وتطرقوا 14 اذار الانتخابات تفصيل كيف لأنه تفصيل؟ بكرة لانه انتخابات بكرة بغير محلات يمكن تحالف مع مع التيار بس شو الفكرة؟ ما هي مسألة رمزية كمان استاذ وليد الانتخابات الجامعة تفصيل لا تأثر على المجرى السياسي العام بس ما هي إشارة بتوجهها لجمهورك كمان انه هالجمهور بيروح معك تركت هون تركت هون. الحرية امين سر الحزب اللي نترك الحرية تترك الحرية لا اكثر ولا اقل شو القصة؟ ما راح يتغير مصير لبنان وما راح تتشكل حكومة اذا فازت 8 اذار بالجامعة او سقطت خيفين على الوضع الاقتصادي من الانهيار خصوصا بضوء كلام الوزير الصفدي انه سنة الجاي 0% بال 2014 نسبة النمو بالكاد توصل لنص او لواحد في تقرير اعطتني اياه ممثلة البنك الدولي نعم اوكي في يعني نتيجة النزوح السوري نتيجة عدم النمو الى اخره في شيء بدنا نتحمل خسائر بال 3-4 مليار دولار نعم اي خايف على الوضع الاقتصادي متى نراك في ايران؟ مش رايح على ايران ومش رايح محل باقي هون محلي مش رايح على السعوديه؟ باقي محل على السعوديه اذا عزموني بروح ليه ما عم بيعزموني؟ بلا عزموني ورحت واذا في دعوه جديده بروح شو المشكلة؟ بدك اياهم يعزموه؟ لا مش عم بقول لك مش عم بقول لك هالشيء عم بقول لك عزموني ورحت كذا مره لكن كنت واضح بوجهه نظري طيب واذا عزموك الايرانيه بتروح؟ بالوقت الحاضر ما شايف هالامر مناسب لانه كمان في ادبيا في احترام مشاعر ملايين من الشعب السوري شو بقول لك نائب نعمة تعمي صديقك وصديق المملكة عن جو المملكة كان تجاهك. دائما النائب نعمة تعمي تاريخيا من أصدقاء العائلة وهو ساعي خير لا أكثر ولا أقل بينقل لك هذا الجو ساعي خير بكفي الكلمة هل خيفان من تداعيات معركة الألمون وهل شايف هذه المعركة القائمة إيه بس لأنه ما أخذ جواب واضح منك حولها تعتبر انه هذه المعركه ستحدث استاذ وليد لست ادري بعرف اعود واكرر الحرب في سوريا طويله جدا اذا لم يتم اتفاق سياسي وحتى اذا صار جنيف الحرب مكفيه الى ان يصير في اجماع على وحده سوريا والحفاظ على المؤسسات ومحاسبه المرتكبين بحق الشعب السوري فهذا بده توافق روسي امريكي ايراني عربي امتى رح بتشوف السيد نصر الله ما طلبت موعد بوقت الحاضر ليش ما في اي داعي بالوقت الحاضر واذا بدي واذا في ضروره بطلب موعد طيب هل صحيح صار في مخاوف معينه بالفتره الاخيره من حفله شراء الاراضي الشيعيه بمناطق درزيه وانت نوهمت فيها اتخذت فيها مش مزبوط الكلام لانه في بطبيعه التطور الديموغرافي للمسلمين نعم. للمسلمين اوكي في امتداد بيروت صوب خط الساحل سنه وشيعه عم بيشتروا يعني أوكي. وفي بعض شو بنعمل نحن اقليه ولا نملك الامكانيات ثم بنفس الوقت غيرك بده يجي يسكن ما فيك تقول له ممنوع هذا موضوع شراء الاراضي ما فيك تجي تحد على طائفة أو مذهب هذا مسموح للجميع وليد جملاط نتائج التصويت على السؤال هل أنت مع بقاء وليد جملاط في الوسطية 29.8 بيقولوا نعم 70.2% بيقولوا لا منيحة مش مشكلة يعني معناتها رأيي يعني في اعتراض على موقفي منيحة ما في مشكلة شو وين بتعتقد الناس بدهم اياهم يروحوا يكتروا على 8 أذار اللي بده 8 واللي بده 14 مش هروح لا هون حر حتى لو بده يطلع لي 1% جمهورك وين بتعتقد بده اياك تروح؟ اسالوا جمهوري عملوا الاستفتاء ما في كثير بس انت ما قاعد بين في كثير مؤسسات موجوده للاحصاء استاذ وليد اخر ثلاث اسئله خليني هل... ايه طيب شو لكن بدي اعمل ملاحظه عامه العالم الى اين؟ ايه على ايش؟ في نظرية توماس فريدمان العالم مسطح بعد ما سقط الجدار برلين نعم العالم مسطح على اساس انترنت وتفاعل الى اخره صحيح وفي نظرية ثانية اللي ظهرت تطبق على العالم العربي تبع واحد اسمه روبرت كابلن الفوضى القادمة بس عم اعمل الملاحظة هل قد شايف الفوضى قادمة بالعالم العربي؟ على الاسف ليش؟ انه يبدو انه سقط هذا الربيع العربي يعني ما سقط بس في مرحلة انتقالية بدها تكلفنا كثير وفي ماضي لازم نطلع منه اللي هو بتسوية حول الخلافات الإسلامية اوكي طيب. هذه التسوية أوكي. بس الفوضى هذه المرحلة الانتقالية بدها تطول وشو بتكون نتائجها؟ هيك ما بعرف بس بعرف انه في رحيل نخب تدمير التنوع تدمير الاعتدال مش تغيير خرائط
العراق ما بعرف العراق، بس إنه شو أي عراق؟ الشمال، الجنوب، الوسط. وسوريا رايحة إلى هذا المصير؟ لذلك أستعجل الحل السياسي. وأين قضية فلسطين هنا؟ فلسطين كله نسيوه. راحت. مش راحت، ما راحت. على مدى طويل عبرسل وعبرسل أحد كبار المفكرين اسمه أوري أفنيري. نعم. عبرسله عمره 90 سنة. الذي أيد بعد من الأوائل الذي أيد الحق الفلسطيني بعد أن كان من الذين حاربوا بحرب 48 مع الهجنة. اوكي. نعم. وأيد الدولتين. في يوم من الناس راح تروح في إسرائيل. بس 10 سنين 20 سنة 3 سنين ما بعرف. أستاذ وليد، هل لا تزال تخشى تفجيرات وسيارات مفخخة؟ شفناك ما في إجراءات أمنية. يعني لا زدت، انت بسألك حطت لي انه زدت، لا زدت تخفضهم 100 متمانة ما غيرت، ما غيرت ولا اؤمن بالاجراءات. احنا فاتين على كريموسو ما حسينا في اجراءات امنيه، لانه كمان بدك ترتاح تحت... وضعك يعني منك حس هذا. مش ما قلت شيء، ما قلت شيء، عملت ترتيب معين بالنسبه لجيران باركينج ريحتهم. الواحد يعني مع الاسف مسكر الشارع قدامي، مع انه بحب صوت السيارات على بكره. بعد في شيء من بيروت صوت سيارات على بكره بطل في شيء. استاذ وليد، سبق ودعيد الدروز وتحديدا بعد جريمه بيسور الخروج من التقوقع الى فتح افاق جديده امام الاجيال المستقبليه. هل الدروز الى تقوقع ام انفتاح؟ مثل الغير، مثل الغير، لانه بانفجار، عندما تنفجر الغرائز الدينيه والمذهبيه بصفي الشخص عم بيحكي مع حاله. نعم. بصفي ما عادش عندك رده الفعل البقاء. من أجل البقاء ما بجي الهويات الجامعة بتنهار، الهويات الوطنية والهويات الكبرى الإنسانية بتنهار، تنهار. فيعني دعوتي بعد شوي راح حط مرايه طلع بحالي وحاول حالي. في ختام هذه الحلقة وقبل أن يعني ننتقل إلى تقرير أخير حول المسرح السياسي لجو ديح في ريبورتاج عنه مع إعادة افتتاح أعماله ببيروت، ماذا تقول لمي جنبلاط على الهواء؟ من فترة الوداع الطويلة اللي أخذت تقريباً سنين بإحدى المحطات بالمستشفى، بقيت واعي لآخر لحظة. آخر يوم كانت يمكن حست أنه القدر بده يخدها. حكيت عن سوريا، قالت لي تبت، ما بدي أسمع عن هذه الفظاعات، هذا العالم العربي عالم من القتلة، هذا العالم العربي والإسلامي عالم من القتلة والمجرمين. هذه مي شكيب أرسلان جنبلاط، هكذا عملت، ختمت وصيتها السياسية. يعني شافت لبيت. بدي أختم هلأ بكلام آخر، لأنه هالجمعة في مناسبة 6 كانون. قررت أنه هذه المناسبة لم يعد لها معنى. احترمنا ذكرى كمال جنبلاط على مدى 36 عام، لكن لم نفهم فكره ولم نناقش في فكره أين هو صائب وأين هو غير صائب. طيب، معنى التقدمي، معنى الاشتراكي، معنى العدل الاجتماعي، كنا نجتمع نحط وردة، لكن كنا فئتون التحجر الفكري. ما بحب أنه نحنطه، خلي مناسبة وحدة هي مناسبة استشهاده، خلينا نلغي هالمناسبة. أنا مش عكم المختارة، مش عكم المختارة، لأنه بتذكرني لما كنت روح على موسكو، كنا كل مرة مجبورين نفوت على قبر لينين ونتفرج على، ما بدي طبعا، في بين الشبه بينه وبين لينين، بس في يعني بفضل بلاها وبعتقد بلاها افضل، خلينا نطلع من الصنمية. يعني هيدا ثورة اليوم اطلقها اخر شيء، يعني لا، فكرة كثير مهمة اطلقتها وليد جنبلاط ليلي، وانت معودني عليهم. شكرا لك على هذه الاطلاله المتجلي كالعادة استاذ وليد جنبلاط، شكرا على هذه الفرصة لكلم الناس انك طلعت من جديد فيه، وعلى امل انه الايام اللي جاي تحمل انفراجات على هالبلد. اهلا وسهلا فيك عبر كلام الناس. في ختام هذه الحلقه، جو ديح في بيروت مجددا، عمل يستحق الحضور. تقرير فيليب ابو زيد، تصبحوا على خير. مسرح الجميزه عيد لينبض من جديد، هالمره بمبادره من الفنان جو ديح اللي أعاد إحياء مسرح مدرسة الفرار اللي عمره حوالي 130 سنة. أول شيء المسرح جينا عليه كانوا داعييني من الكلوب سبورتيف هون، من اللجنة الإدارية تبع الرياضة،
سنة 2011 أني جاي لعب مسرحية أنا. فجيت ولقيت أنه في مسرح كتير حلو بمنطقة كتير حساسة وكتير حلوة ببيروت ومخصص بس للمدرسة. فطلعت الفكرة أنه كمان خصصه للجمهور العريض. كتير حلوة طريق المطار عنا، وين ما كان تلاقوا المطار المطار المطار، بس في مفرق صغير. هالمفرق الصغير ما في عليه ولا شيء، مطفي، إذا بتقلطوه بتكوعوا بحيفا. يتضمن برنامج مسرح الجميزة إضافة للأعمال المسرحية والإخراجية برامج ترفيهية منوعة من رقص وغناء وعروض فردية وفنون تشكيلية، إضافة للموسيقى الإيقاعية وعرض جديد لجو داح. في كتير مسرحيات، ومين للمسرحية اللي حقدمها أنا السنة هي مسرحية من كتابتي وإخراجي، عم بلعب فيها دور كتير صغير، فيها عدة شخصيات اسمها ميشيل وسمير أو سمير وميشيل. بهيدي المدرسة بالذات في كتير شخصيات مسرح وتلفزيون وسينما كانوا تلاميذ منك وجر. وفي شغلة كتير مهمة انه بهاي المنطقة بالذات بعيد عن هون 7 أمتار على الأد، يعني قطع الطريق، أول مسرحية لعبت بالشرق الأوسط بالعالم العربي كانت هون بكنيسة سانتا. الجدير ذكره انه مسرح الجميزة ستكون أبوابه مفتوحة أمام كل المواهب الشابة والمميزة، إضافة لإقامة عدد من ورش العمل لتحفيز وتطوير العمل المسرحي والإبداعي بلبنان. إذا بتروح على نيويورك أو بتروح على باريس أو بتروح على الويست أند بلندن، بكل هيدول المطارح العالم تتعشى، بتفوت تحضر مسرح، بتروح تشرب كاس، أو العكس الصحيح، العالم قرفت لأنه اجتماعيا وثقافيا في كتير تقصير، في كتير تقصير على جميع الأصعدة من الأفراد ومن القيمين بين هلالين على هالبلد. تتذكروا أول نهار مدرسة لما فجأة لبسونا مريول شكله مثل الجرس، كله زرار، لونه رصاصي، وحطوا لنا اتيكيت قلتا يعرفونا، عاملي حالك معلمة، احذري مين انا.